لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله، خير خلق الله، الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلاة لا يحدها حد، ولا يحصيها عد، ولا يدركها عقل، عدد ما في السماوات وعدد ما في الأرض، وعدد ما علمت وعدد ما تحب، صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك وتتجدد بعطائك وتليق بذاتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله صلاة لا تحد ولا تعد ولا ترد، ولا يعلم فضلها إلا الفرد الصمد. وارض اللهم عن ساداتنا ذوي القدر الجلي الأكابر أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين، وعن أختيهما سيدتنا زينب وأم كلثوم، وعن أمهم سيدتنا فاطمة الزهراء، وعن أخواتها بنات رسول الله الطاهرات، وعن أمهم سيدتنا خديجة، وعن سائر أمهات المؤمنين، وعن الصحابة كلهم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاء رجل ذات يوم إلى رسول الله وقال: كثرت علي شرائع الإسلام، فدلني على عمل. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذي يتأمل في الحج ومناسكه يجد أن الله ما شرعه إلا لذكره، فما من خطوة يخطوها الحاج في أداء المناسك ونحو زيارة بيت الله العتيق إلا وينبغي أن تكون خطوة تقربه من الله وتذكره به تعالى. وقد بان ذلك جليا منذ أمر الله خليله إبراهيم عليه السلام ببناء البيت العتيق، فأمره الله أن يؤذن في الناس في الحج ليأتوا إلى بيته الحرام ليذكروا الله ذكرا كثيرا. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وما الوقوف بعرفة والإفاضة منها ليلة العيد إلا تذكيرا للحجاج والمعتمرين بالله رب العالمين. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. فإذا أراد الحاج أن يذبح هديه تقربا إلى الله، أدرك أنه ما أراق الدم تشفيا في الذبيحة، ولا رغبة في العنف، ولا حبة لسفك الدم، ولكنه ما ذبحه إلا تذكيرا به عز وجل.
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، لتذكروا اسم الله على ما هداكم. وما المبيت بأيام منا وما رمي الجمرات إلا تذكيرا للحجاج والمعتمرين بالله رب العالمين. فنحن لا نرمي حجرا فقط، وليس المراد من رمي الجمرات مجرد أعمال صماء نرمي فيها حجر بحجر، لكننا نرمي الجمرات لتذكرنا بالله عز وجل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فإذا أتم الإنسان مناسك الحج علم أن المراد من الحج هو ذكر الله فأكثر من ذكره. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هكذا يؤكد القرآن الكريم على ارتباط الحج بالذكر. فيا حسرة كل عبد انشغل بالدنيا عن الدين وبالناس عن رب العالمين. لهذا أمر الله الحجاج والمعتمرين ألا ينشغلوا بالجدال ولا بالمهاترات. الحج يقول الله تبارك وتعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن النبي علمنا أنه ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. فلا يشغل الإنسان نفسه بهذا ولا ذاك، ولا يلتفت إلى ما يقوله الناس، بل هو كثير الذكر لله والانشغال به عز وجل. ولندرك جيدا وليعلم علم اليقين أن ذكر الله تعالى هو الحد الفاصل بين الإيمان والنفاق. ومن أراد أن يختبر دينه فليذكر الله، فإن وجد في قلبه انشراحا وفي صدره سعة ووجد على لسانه طلاقة في الذكر فليعلم أنه مقرب من الرب عز وجل. وإن رأى ثقلا وشعر بثقل على لسانه وأن الذكر ثقيل عليه فليعلم أن في قلبه مرض وأن في قلبه نفاقا. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هكذا يحكي القرآن الكريم حال المنافقين والظلمة أنهم لا يذكرون الله تعالى إلا قليلا. ثم يبين لنا عاقبة الغفلة عن ذكره فيقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وما وصم الله المنافقين وذكر علامتهم إلا بقلة ذكره وبالتكاسل عن أداء عباداته. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومخطئ من يظن أن ذكر الله مجرد كلمات وتسبيحات تقال من طرف لسان غافل قلبه عن ذكر الله، ولكن الذكر الحقيقي المقبول هو أن تعلم أن الله معك مطلع عليك ناظر إليك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا.
فإذا نازعت النفس صاحبها بالعصيان وهمت بالفعل الحرام وارتكاب الموبقات تذكر الإنسان أن الله ناظر إليه فيستحي من مولاه ويقول كما قال الصديق الكريم يوسف عليه السلام لما راودته المرأة عن نفسه معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. كان بعض الصالحين لا يسير إلا وشمعة في جيبه ثم يخرجها ويشعلها بعض الأوقات ويدني إصبعه منها فإذا شعر بحرارة النار أطفأها وأكمل المسير. فلما سئل عن سر ذلك قال أحملها فإذا أرادت نفسي ارتكاب معصية أشعلت الشمعة ووضعت يدي إصبعي قريبا من النار فإذا ما تألمت قلت لنفسي إنك لا تصبرين على حر نار شمعة فماذا ستفعلين أنت في جهنم. معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وإذا ما تعرض الإنسان لأزمة أو أراد أحد من الناس به سوءا أو شرا أوكل أمره إلى الله وفوض أموره إليه وتذكر أنه المعين الناصر وأن مقاليد السماوات والأرض بيديه عز وجل ولا يكون في ملك الله إلا ما أراد. وردد ما قالته البتول العذراء مريم أم المسيح عليهما السلام لما خافت من الملاك الذي جاءها في صورة بشر سوي أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وإذا أكرم الله الإنسان بنعمة وتفضل عليه بعطية أو منة لم ينسب ذلك لنفسه ولا لقدراته بل نسب الخير إلى الله عز وجل كما قال سليمان بعد أن سمع صوت النملة تقول لإخوانها ادخلوا مساكنكم ما كان منه إلا أن تبسم وقال بعدها رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ولما رأى عرش امرأة سبأ موجودا بين يديه سليما من الخدوش حاضرا في أقل من طرفة عين لم ينسب ذلك لقوته ولا لقدرته بل ذكر الله وحمده وأثنى عليه وقال ذلك من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. إذا أراد الإنسان القيام بعمل فعليه أن يذكر أن الله مطلع عليه ناظر إليه فيؤدي عمله بضمير وإتقان وإخلاص ويتقي الله في هذا العمل ويتقنه فإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وليكن كذي القرنين الذي قال له قوم إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. تذكر الله حينها وقال ما مكنني فيه ربي خير. لم يأخذ منهم عطية ولا هبة ولا هدية لأنه عفيف اليد وهكذا ينبغي أن يكون كل موظف وعامل لا يمد يده إلى رشوة أو مال لا يحل له
بل يتقن عمله ابتغاء مرضات الله. فإذا أتم العمل على أكمل وجه نسب إتقانه إلى فضل الله، كما قال ذو القرنين بعد أن أتم بناء الردم على أكمل وجه قال: هذا من فضل ربي. ينبغي على كل مسلم أن يذكر الله كثيرا بلسانه وقلبه وسائر جوانحه، وأن يكون الله تعالى منه على بال، فلا يعصي الله لأن الله معه، ويتقن عمله لأن الله ناظر إليه، ويحمد الله على نعمه لأن الله شكور مطلع على حاله. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاس، ولو قدرت على الإديان جئتكم مشيا على الرأس أو مشيا على العين أو سعيا على الرأس، ويا فتى الحي إن غنيتني طربا فغنني وحسرة على قلبي القاسي، مالي وللناس يلحونني سفها ديني لنفسي ودين الناس للناس. لما ذكرتك، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك، ملأته بهواك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا فارغا لسواك، فالقلب فيه هيامه وغرامه، والنطق لا ينفك عن ذكراك، والطرف حيث أجيله متلفتا في كل شيء يجتلي معناك، والسمع لا يصغي إلى متحدث إلا إذا حدثوا بحلاك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى سائر أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وعنا معهم برحمتك يا كريم. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، أحبابي في الله وفي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه الأيام التي نعيشها أيام مباركات، أيام عظيمة ذكرها الله في قرآنه المجيد، وأثنى على العمل الصالح فيها رسولنا الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فخصها القرآن بالذكر في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وبين رسول الله فضل العمل الصالح فيها فقال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وبين لنا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالسنة العملية والتطبيق الفعلي
مدى حرصه على هذه الأيام، فكان يحرص على صيام التسع منها، وكذلك كان يحرص على صيام يوم عاشوراء، وعلى صيام ثلاثة أيام من كل شهر. يقول الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه: صيام يوم من العشر يعدل صيام شهرين. صيام يوم من العشر يعدل صيام شهرين. فهنيئا لمن حرص على الصيام في هذه الأيام. فعن رسولنا خير الأنام قال في حديثه الشريف: من صام يوما في سبيل الله بعدت عنه النار مسيرة 100 عام. ومن عجز عن الصيام فلا أقل من الحرص على صيام يوم عرفة، ذلك اليوم الكريم الذي من صامه غفر الله له ذنوب سنة ماضية وسنة آتية. في هذه الأيام يستحب للقادر المستطيع أن يضحي، ومن أراد الأضحية يوم العيد فلا يأخذ شيئا من شعره ولا من أظفاره مع بزوغ هلال شهر ذي الحجة. أيام كريمة عظيمة ينبغي أن نكثر فيها من ذكر الله، وأن ندرب أنفسنا على الطاعة، وأن نعتبرها كأيام رمضان نسارع فيها في الخيرات، ونتنافس في عمل المعروف، عسى الله أن يتقبل منا وأن يرزقنا الجنان. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك العظيم الكريم الأجل الأكبر الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تبلغ روح رسول الله منا السلام، وأرواح آل بيته الطيبين منا التحية والإكرام، الله، وأن تنزل رحمتك على من بنى هذا المسجد وعلى كل من صلى فيه منذ أن بناه وإلى أن يدوم بإذن الله، ولكل من بنى لله مسجدا يذكر فيه اسم الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعلى طاعتك أعنا، وتقبل اللهم برحمتك منا، واسترنا اللهم بسترك الجميل الذي سترت به ذاتك فلا عين تراك. اللهم لا تكشف لنا سترا، ولا تفش لنا سرا، ولا تفضح لنا أمرا، ولا تهتك لنا عرضا، ولا تشمت بنا أحدا، لا دنيا ولا أخرى، واختم لنا يا ربنا بخاتمة السعادة أجمعين.